السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح كود إهداء الرصيد في خط يمن موبايل. لو أنا عايز أهدي رصيد لحد في خط يمن موبايل عن طريق الاتصال بالكود ده، نجمة تلات تمانيات نجمة، بعد كده بدخل المبلغ اللي أنا عايز أحوله 500 ريال مثلا، بعد كده نجمة، بعد كده رقم المحمول اللي هحوله، بعد كده نجمة، بعد كده اكتب 5 وحايد، بعد كده شباك. يبقى تاني كود اهداء الرصيد في خط يمن موبايل هو نجمة 3 تمانيات نجمة، المبلغ نجمة، رقم الموبايل نجمة، 5 وحايد، شباك. الكود طويل شوية بس هو ده الكود المعروف يعني في خط يمن موبايل، كود اهداء رصيد في خط يمن موبايل. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.